بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. الكون يتناهى في الكبر إلى المجرة، ويتناهى في الصغر إلى الذرة، والإنسان وسط بين الاثنين. وأنواع الخفاء كثيرة، خفاء من فرط الكبر، وخفاء من فرط الصغر، وخفاء من فرط البعد، وخفاء من فرط القرب، وخفاء من فرط العلو، وخفاء من فرط الانخفاض، وخفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن دخوله مع ذلك في نطاق الإدراك، وخفاء لخروج الموضوع عن الحواس وعن الإدراك معا. وحنشوف الأنواع دي نوع نوع. خفاء من فرط الكبر، وهو خفاء الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر ولا يوجد شيء أكبر منه، هو الأكبر مطلقا. ومن فرط كبره لا تحيط به عين ولا بصر، وبالتالي لا يمكن أن يرى، لأن أي شيء ليرى لا بد أن تحيطه مجال الرؤية. أما إذا كان أكبر من مجال الرؤية مطلقا ومن كل مجالات الإحساس، فيخفى من فرط كبره. أما الخفاء من فرط الصغر فمعروف، ميكروبات على بكتيريا على في الذرة، الإلكترونات اللي حكينا عنها، والتموجات والجسيمات وكل الحاجات دي، فيروسات، كل دي من فرط الصغر لا ترى. وفي خفاء من فرط البعد، وده أمر معلوم، زي خفاء الأجرام الفلكية البعيدة خالص. وفي خفاء من فرط القرب، الواحد ما بيشوفش سواد عينه من فرط قرب سواد عينه، ما تشوفوش الواحد ما يشوفش سواد عينه من فرط قربه. وأيضا يقال نفس الشيء عن الله سبحانه وتعالى: أقرب إليك من حبل الوريد. هو أقرب إلينا من حبل الوريد، ومن فرط قربه هو أقرب إلى الإنسان من نطقه، وأقرب إلى الإنسان من نفسه، وأقرب إلى الإنسان من الدم في عروقه. أقرب إليهم من حبل الوريد، ومن فرط قربه ما نشوفوش. فأيضا خفاء من فرط العلو، وده اللي بنقول عليه الألترا فايولت والألترا سونيك، ما بنشوفهاش الحاجات دي فوق البنفسجية وفوق مستوى إدراك السمع. وفي أيضا خفاء من فرط الانخفاض، ده الإنفراريد مثلا، إنفراسونيك، ما تحسش بيه. وخفاء ربنا سبحانه وتعالى أيضا من فرط العلو، يدخل فيه العلو. ثم هناك خفاء لخروج الموضوع عن نطاق الحواس، لكن مع ذلك يدخل في منطقة الإدراك بالنسبة لأقلية من الناس، زي الجن والملائكة والعرش واللوح ومنازل الجنة ومنازل النار، دي غيبيات، لكن بالنسبة للأنبياء والمخصوصين من أهل الله ممكن يكون لهم اطلاع على هذه الأمور، الجن والملائكة والمسائل دي. فهي تخرج خارجة عن نطاق الحواس، لكن تدخل في نطاق إدراك البعض من أهل القرب من الله ومن أهل الشفافية ومن المخصوصين من عباده. في خفاء لخروج الموضوع من منطقة الحواس ومن الإدراك عموما من كل شيء، وهذا هو الغيب المطلق، وهو غيب الذات الإلهية. الذات الإلهية لا تدخل في نطاق الحواس ولا في نطاق الإدراك، عالية على الاثنين، وهي في العماء المطلق وفي الخفاء المطلق،
وتخرج حتى من نطاق المثلية، ليس كمثله شيء، هي تخرج أيضا من نطاق المثلية، فالوصول إليها مستحيل. لكن ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه تنزل إلينا وتقرب بأسماء نفهمها، منها أسماء الجمال: الحليم، الكريم، الودود، الرؤوف، الرحيم، العفو، الغفور، الصبور، الشكور، كل دي أسماء جمال: الشافي، المعافي، الحنان، المنان، أسماء نفهمها، ده نوع من التنزل والتقرب. وأيضا سمى نفسه بأسماء أخرى جلالية، وهي أسماء الهيبة: الجبار، المنتقم، المذل، الخافض، القابض، المميت، كل دي أسماء جلالية. وهذا منتهى اللطف من الله أن يتنزل إلينا ويتقرب ويتودد بأسماء نفهمها. وأكثر من كده، بعض هذه الأسماء ممكن نسمي بها أنفسنا، زي الودود والكريم، الحليم، الحي، المتكلم، دي أسماء نسمي بها أنفسنا، لأن فعلا إحنا بنتصف، أخذنا بعض هذه الصفات فينا من هذه الصفات: السميع، البصير، إحنا بنسمع ونبصر، ممكن نبقى أهل مودة ورحمة وكرم وإلى آخره. لكن هناك أسماء لا يجوز أن نتسمى بها، مثل الاسم الجامع الله، والاسم القيوم، والصمد، والأحد، كل دي أسماء إلهية صرف. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه أظهر وجلى أفعاله وصفاته، أظهر صفاته وأظهر أفعاله، لكن أخفى ذاته، ربنا أخفى ذاته ولكن أظهر أفعاله وأظهر صفاته. وكل الكون أفعاله، آياته ظاهرة، لكن هو باطن بذاته، ولا مدخل إلى الذات الإلهية بالنسبة لأي مخلوق ولا لأي كائن، لا جن ولا ملك ولا شيطان ولا إنسان ولا أي كائن له مدخل على الذات الإلهية، فهي في الخفاء المطلق وهي في الغيب المطلق. وهو لا روح ولا جسد، أحد ما مثله أحد، بكمال النعت منفرد، ما له حد يعينه، وهو المطلوب والصمد، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أنواع الخفاء والخفايا، بعضها ما جل وعظم، وبعضها دق وهان، بعضها في عالم الظاهر، عالم الظاهر فيه خفايا، وبعضها في عالم الباطن، عالم الباطن فيه خفايا، وبعضها من وراء الظاهر ومن وراء الباطن، ومن وراء المحسوس ومن وراء المعقول ومن وراء المدرك، فلا وصول لأحد إليها على الإطلاق. وتلك هي الذات الإلهية المنفعة بالأسرار. إحنا الليلة دي هنعيش شوية مع الخفايا اللي نقدر عليها، الخفايا في عالمنا الظاهر، ومعنا فيلم هنتجول معاكم في هذه الخفايا. الإنسان كائن مبصر، و يتصل بالعالم عن طريق الرؤية، لكن هناك أشياء في العالم الظاهر لا تدخل تحت نطاق القدرة البصرية العادي العين. يعني مثلا نقطة مية فيها كائنات وعالم، شوفوا العالم ده كله ما تشوفوش بعينك، هتحتاج للآلة، للميكروسكوب عشان تشوف كل الحاجات دي،
في نقطة مية، لما تشوفها في المية العادية ما تلاحظش أبدا، مية رايقة رايقة تمام، تحطها تحت ميكروسكوب تشوف. هنا حاجة تانية، الخلايا في ورقة نبات، تشوف الخلايا دي الحركة، كرات الكلوروفيل الجميلة جواها، الكرات الخضراء اللي عمالة تتحرك، ده ما تشوفوش. الشعيرات الدموية وفيها صفوف من الكرات الدموية الحمراء، شوف الشعيرات كبيرة هنا مكبرينها. انقسام الخلية، معجزة انقسام الخلية، ده أمر برضه ما نشوفوش إلا بالميكروسكوب وإلا بوسائل التكبير العلمية. الإنسان اخترع المجهر العادي بيكبر 2000 مرة، وبعدين الميكروسكوب الإلكتروني يكبر 200,000 مرة. اللي احنا شايفينه ده الميكروسكوب الإلكتروني، وحنكبر ورقة الورد، البتلة البيضة بتاع الورد، وحنشوف شكلها ايه تحت الميكروسكوب الإلكتروني. نشوف سطح الوردة، البشرة الناعمة الرقيقة بتاع البتلة بتاع الوردة. هاي بتكبر شوية شوية، هنكبر شوية شوية، كمان شوفوا شوفوا بقى السطح في عليه زوائد ازاي. السطح الناعم لما كبرناه بقى فيه زوائد زي القطيف، شوفوا دي انضف مخدة في امريكا، شوفوا عليها ايه حاجات زي الخرفان سرحة ازاي، دي انضف مخدة في امريكا. شوف اللي سارح عليها دي حيوانات من فصيلة العناكب، سرحة فوق المخدة بتاكل ايه، تاكل فراكة الجلد اللي بتنزل على المخدة. إن حيوانات دقيقة دقيقة ما تشوفهاش بعينك. الجلد، الجلد هنكبره كام ألف مرة، وحتشوف عليه نباتات الفطر، شوف على الجلد في جذور الرموش، شوف تلاقي لا جذور الشعر، دي جذور الشعر تلاقي النباتات الفطر دي، حاجة عجيبة هنشوفها كمان. دي حاجات ما تشوفهاش، مهما تغسل جلدك ما يطلعش الحاجات دي منها. شوفوا بقى جذور الرموش العين، لقوا فيها حاجات زي العناكب، شوفوا ده شوفوا ده، ده في جذور رموش العين، ديمودكس فوليكيولورا اسمه العلمي، فصيلة قريبة من العناكب، تعيش في جذور الرموش وما تضرش، لا تضر ومش معروف وظيفتها ايه بالظبط، ومهما تغسل عينك وتحط قطرة ما تمشيش ما تطلعش، في جذور رموش العين. شوفوا دي الأملة دي، ده الجرب في الجلد، عامل فجوة في الجلد ازاي وقاعد ياكل فيه، ده طفيل الجرب. هنشوف تحت الباط، شوفوا البكتيريا دي تحت الباط، البكتيري الواحد في 8 ساعات يبقى مليون بكتير يتكاثر، ما كانش الواحد يغسل نفسه ويستحمى تتكاثر كل البكتيريا اللي تحت الباط دي، شوف بتبقى قد ايه، الواحد 2 2 4 4 8 8 16 وهكذا، في 8 ساعات يبقوا مليون ميكروب، وفي شهر واحد يبقوا ميكروبات بحجم قارة أمريكا. فدي حاجات كل الحاجات دي الواحد شايلها على جتته، الله ده أكن الواحد جنينة حيوانات، يعني أكن الواحد شايل على جتته كام، ده حسبوها لقوها تقريبا 4000 مليون طفيل شايلها على جتته قد سكان العالم. دي حاجة غريبة قوي برضو في الكاميرا، عملوا
كويك سبيد كاميرا عشان يحللهم القوة العضلية. دي حاجات مقدرش نعرفها بالإحساس العادي بطريقة الكاميرا السريعة. قدروا يحللهم حركة العضلات للعناصر الأولية بتاعتها، يعني كل حركة عضلية عبارة عن قوة وسرعة وفائد ودفع وتوجيه. ده واحد بيحدف القرص، في فائد بيفقده تفقيد القوة العضلية نتيجة وضع غلط مثلا. احنا لما نعمل الصور دي ونحللها اكتشفوا مثلا في الراجل ده بطل القرص ده انه هو في نسبة فائد في القوة بتاعته نتيجة انه هو بيتك برجله على الارض، احتكاك الرجل بالارض اباع بالحساب لقوها اكتر من اللازم، فتؤدي الى فقد قوة، قوة القذف تفقد منها نسبة معينة بسبب ان الراجل بيتبت رجله في الارض زيادة عن اللازم. كل دي بيعملوها بالحسابات بالهاي سبيد كاميرا. وقالوا له انت بتثبت رجلك في الارض باكثر من اللازم ونتيجه ان بيحصل فائد في قوه الدفع كذا، فانت تخفف رجلك وحنشوف نعمل تجربه ثانيه. بالطريقه دي قدر يزود قذفه القرص 4 متر زياده عن الرقم القياسي. شوف بيحللوا الحركه ازاي، كل ده عقل الكتروني هو اللي بيرسم الحاجات دي ويحللها. الكاميرا تلقط والعقل الالكتروني اتضح انه لما خد نصيحة العقل الالكتروني وفعلا خفف وطئ رجله على الارض قدر يزود الحدفة 4 متر وتخطى الرقم القياسي ب4 متر. دي بتورينا قد ايه ممكن بالوسائل العلمية ندرك حاجات ما بندركهاش بالطريقة العادية. تحليل حركة العضلات الى مكوناتها الاولية. قوة وسرعة وفائد وتوجيه ودفع، عملية بتحلل بالكمبيوتر وتتعرف ايه بالزبط عيب الحركة في الرياضي في بيجري او بيقذف قرص او بينط على الحبل او قفز حواجز او كل ده قابل للتحليل بالطريقة الجميلة دي. وبعد كده يجي المدرب يقول له انت بتغلط الغلطة الفلانية، يصلح غلطته بيقدر يتفوق على نفسه ويوصل لأرقام قياسية أحسن. أسلوب آخر من أساليب كشف الخفايا هو عبور حاجز الزمن بالفوتوغرافي. الحاجات اللي بتحصل في أسبوع ممكن نصورها في ثواني. البرتقالة دي مثلا بعد 4-5 أيام بتعفن، فهنشوف العملية دي ازاي بتتصور كلها في ثواني. كل ساعة يلقط صورة، كل ساعة يلقط صورة، ده اسمها لابس فوتوغرافي. وبعدين يركبوا الصور ويدوروها بسرعة. عملية التعفن اللي خدت 4-5 ايام بالطريقة دي ممكن تتلخص في ثواني ونشوفها قدامنا. شوفوا التعفن كل ده، دي حاجات بتحصل في 4-5 ايام اتصورت في ثواني. عبور حاجز الزمن. عدوان النملة على جرادة بياخد ليوم، شوفوا النملة خلص على الجرادة ازاي في ثواني. عبور حاجز الزمن بالفوتوغرافيا. حاجة اظرف، هنشوف فار ميت، هنشوف ازاي النبات بيدوب الفار ويهضمه ويتغذى عليه. دي حاجة بتاخد لها أسبوع. شوفوا هنا، شوفوا النبات طالع في الوقت اللي إيه اتهضم خلاص الفار وتحول إلى سماد والنبات طالع مبسوط 24 قراط. تفتح الورد حاجات عجيبة جدا بتقدر تعملها الفوتوغرافيا. اخر حاجة في فن الفوتوغرافيا التصوير بالالترا فايولت، بالفوق البنفسجي. التصوير بالفوق البنفسجي بيخلي الصور خضرة. احنا ما بنشوفش الفوق البنفسجي، لكن النحلة دي، النحلة اللي انت شايفينها دي بتشوف الفوق البنفسجي.
وعشان كده منظر الوردة بالنسبة للنحلة مختلف. النحلة بتشوف الوردة بلون مختلف بسبب ايه؟ ان النحلة بتقدر تشوف الالترا فايولت، الانسان ما يقدرش يشوف الالترا فايولت. ملاحظين هنا ان الصور مخضرة شوية بسبب استعمال التصوير بالفوق البنفسجي، لكن احنا بنشوف الوردة بلون، النحلة بتشوف الوردة بلون، وكل مخلوق بيشوف بطريقته وبكاميراته الخاصة. الشمس بتبعت لنا أشعة فوق بنفسجية طول الوقت، لكن احنا ما بنشوفهاش، النحلة تشوفها. الالترا فايوليت هي احد الخفايا. هنا هنشوف عاجة عجيبة، التصوير بأشعة اكس. أشعة اكس أشعة اختراقية بتخترق الجلد واللحم، وعشان كده على طول لو صورنا القطة دي بالاكس راي شوفوا هنشوف ايه؟ نشوف العظم على طول، الهيكل العظمي على طول. طبعا أشعة اكس قيمة جدا في تشخيص الكسور، ويعني اي شرخ في العظم، اي حالة وقوع من على السلم، على طول صورة أشعة ويعرفوا العظم جرى فيه ايه. المفصل يعرفوا بالظبط ايه الغلطة اللي حصلة في المفصل، ايه الالتهاب سببه ايه. الرقبة بيصوروا كمان الجهاز الهضمي، يعني وسيلة عظيمة للتصوير. ايضا في التحقيقات التاريخية يصوروا الموميات بأشعة اكس، فيعرفوا عنها حاجات ما كانش ممكن تتعرف ابدا. يعني مثلا الموميا دي بتاعت يويا مستشار الفرعون، هنصورها بأشعة اكس، فهنكتشف حاجة، ان يويا كان عنده مرض في العظام. يويا كان عنده مرض في العظام، وبرضه صوروا مراته فلقوا عندها روماتيزم وتقوس في العمود الفقري. صوروا طفل موميا فوجدوا ان رجليه مكسورين، الرجلين الاثنين مكسورين. الخفايا دي ما كانش ممكن نعرفها الا بأشعة اكس. صوروا موميا تانية فوجدوا فيها الاطراف والدماغ لكن ملهاش بطن ولا صدر، اتسرقت بطن والصدر اتسرقت. امن حتب اكتشفوا بالأشعة اكس ان اللصوص دمروا الهيكل، هيكل العظمي بتاع امن حتب، لكن الكهنة اعادوا اصلاحه وتركيبه من جديد. توتانخ امون صوروه بأشعة اكس فوجدوا انه سليم. طبعا عارفين احنا كلنا ان توت عنخ امون مات صغير، فلغاية دلوقتي سر موته مش معروف، لكن اشعة اكس بتقول ان توت عنخ امون سليم، ما فيهوش مرض ممكن يعني تشخصه الاشعة. وما زال موت توت عنخ امون سر. من الحاجات البدع الجميلة دلوقتي التصوير بسوبرسونيك، بالأمواج الفوق صوتية، بيصوروا الأورام وبيصوروا الجنين جوه البطن. الصور دي بالسوبرسونيك، لاحظين هنا ان بيبان تفاصيل اللحم، شوفوا التفاصيل اللي جوه اللحم. هنا بقى واحدة حامل وبيصوروا البطن، هيصوروا بقى الجنين جوه الرحم، هتشوفوا الجنين دلوقتي بسوبرسونيك فوتوغرافي. شوفوا الجنين بيتمطع وبيهم بصدره، وبعدين هيجي له زغطة. شوف الزغطة دي، يعني تفاصيل الجنين جوه البطن بيعمل ايه، دي بالتصوير السوبرسونيك فوتوغرافي، احد انواع كشف الخفايا. اخر عجب في عجائب التصوير، تصوير الهالات
النورية الأنوار اللي بتطلع من الصوابع تتضح أن الصوابع وكل الأجسام الحية والأجسام الميتة بيطلع منها هالات من الكهرباء. شوفوا العنكبوت ده طالع من رجليه إيه؟ أما هنيجي نصوره شوفوا الأضواء اللي طالعة من رجليه دي عبارة عن طاقة كهربائية طالعة من رجلين. شوفوا ورقة الشجر لما نصورها اسمها كيريليان فوتوغرافي، شوفوا طالع منها ايه، وشوفوا قطعة النقد، شوفوا الكهرباء اللي طالعة منها اسمها كيريليان فوتوغرافي، اخر صيحة في علم كشف الخوافي. شوفوا هنا بيحط صباعه على اللوح وحيصوروا البصمة وطالعة حوالين البصمة ايه، هتشوفوا انوار طالعة من الانامل، حاجة غريبة حقيقي يعني. شوفوا ادي البصمة وحواليها هالات نورانية طبيعتها، اشوف الهالات النورانية دي بيقولوا انها طاقة كهربائية بتطلع من الاجسام الحية ومن جميع الاجسام، والطاقة دي بتتفاوت حسب الحالة النفسية، تختلف واحد في حالة شهوة او غضب، وفي حالة يأس وقنوط اثناء الدورة الشهرية بعد اجهاد جنسي، بص لقى تنطفي الانوار دي كلها، يعني انوار بتطلع من الجسم وبتطلع من الوش تطلع من الصوابع، بتتصور بطريقة. هنا عملوا تجربة غريبة على واحد هندي بيصلي، ده قبل الصلاة شوف صوابعه، وبعد الصلاة شوفوا الطاقة اللي طلعت بعد الصلاة اكتر، يعني اثناء الصلاة شوفوا الطاقة اللي بتطلع قد ايه، اثناء الصلاة تزداد الطاقة النورانية اللي طلع من الجسم. دي برضو اسرار غريب، شوف الطاقة غريبة لكنها برق طالع من ال. بعدين عملوا تجارب على البصر والابصار في معهد البحوث العميان، تجارب عملوها غريبة قوي، ركبوا 64 قطب كهربائي جوه المركز الابصار بتاع واحد اعمى، الراجل ده اعمى، شوفوا ركبوا سلوك 64 قطب كهربائي، شايفين الاخطاط دي كلها جوه مخ الراجل ده جوه مركز الابصار، ووصلوه بكابل، الكابل اللي طالع كابل طالع رايح لكاميرا تلفزيونيه، اهو ركبوا الكابل، حاجه غريبه والراجل اعمى ما بيشوفش خالص. دلوقتي المركز الإبصار متصل بكاميرا تلفزيونية عن طريق هذا الكابل اللي فيه 64 قطب كهربائي. على فكرة الكابل العادي بتاعنا فيه مليون، في كابل العين فيه مليون خط عصبي. بعدين دلوقتي شغلوا الجهاز فبيقولوا له انت شايف ايه، اتضح ان هو بيشوف الصور على شكل نقط وشرط، يعني مثلا واحدة توقف قدامه مش يشوفها واحدة، لا يشوفها نقط وشروط، وكذلك الحروف الأبجدية ABC يشوفهم على شكل نقط زي ما انتم شايفين كده، يكتبوا له حرف A فيشوف كده، حرف B فيشوف كده، حرف C فيشوف كده، حرف D بالشكل ده، يعني بيقولوا دلوقتي ممكن نعلمه على تعليم زي طريقة بريل. دي طبعا تجارب لسه في البداية، بيقولوا انت شايف ايه، يقول لهم شايف نقطتين، يعملوا خط يعملوا الف شايف ايه، شايف اربع نقط بالشكل ده، فيقول لك ممكن نقدر نعلمه زي تعليم طريقة بريل. وبعدين عندهم امل انه في يوم من الايام العميان يركبوا كابلات بالشكل ده وكاميرا في النظارة فيبقى يشوف. طبعا دي حاجة لسه قدامها كتير، لان زي ما انتم شايفين الراجل ده مش بيشوف مناظر، ده بيشوف نقط وشرط. دي الحاجات اللي بيحلموا بيها، نظارة فيها كابل بيوصل للدماغ وعن طريقها العميان هيشوف، نرجو ذلك. شفنا حاجة غريبة قوي في الفيلم، الانوار الكهربائية اللي بتطلع من الصوابع، ان في هالة كهربائية بتطلع من الصوابع، والراجل قبل الصلاة الهندي بيصوروا الهالة، وبعدين بعد الصلاة يتضح ان الطاقة الكهربائية بتتدفق اكتر. ك
كمان الهالة او النور اللي يبقى طالع من الايدين او طالع من الوش، اكتشفوا انه متفاوت حسب الحالة النفسية، حالة غضبية، حالة شهوانية، حالة يأس، مرض مثلا، عادة شهرية، اجهاد جنسي، كل ده يأثر في الطاقة اللي بتطلع او النور اللي بيطلع من الانسان. كون ان الانسان في هالة نور حواليه، وشه من صوابعه من ايديه، من صوابعه من ايديه، يعني دي لوحدها تثير تساؤلات كتيرة خالص. بتفكرني بالكلام اللي قريته زمان، كانوا بيقولوا الهنود عن الهالة، ان كل جسم له هالة وكل انسان له هالة من النور حوالين وشه، وتختلف ألوان الهالة دي حسب مرتبة الإنسان، حسب مرتبته ومنزلته، حسب شفافيته. فيقول لك إن المجرمين وأهل الحقد والضغينة يبقى الهالة بنفسجية غامقة، أهل الشفافية يبقى الهالة بنفسجية فاتحة قوي قوي. يقول لك إن الشهوانيين والغضبيين والانفعاليين والعصبيين يبقى الهالة اللي حوالين وشهم حمرة. يقول لك الأنبياء وأهل الله الهالة اللي تبقى حوالين وشهم تبقى هالة ذهبية. طبعا احنا شفنا فعلا وصورنا، طلع ان في فعلا هالة نور حوالين الإنسان، سواء وش أو إيدين أو صوابع أو رجلين أو كل الإنسان بيطلع منه نور، طاقة كهربائية. صوروها بالطريقة الجديدة اللي اسمها كريليان فوتوغرافي، ودي آخر صيحة في علم التصوير. هي الحقيقة دي بتفكرني برضو بآية قرآنية جميلة في الآخرة عن المؤمنين، يقول لك يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، يبقى كأنه هم لهم نور وهم يكلموا ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا إيه؟ يقولوا ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى إذن الواحد بمر على مراحل يترقى فيها ويتم نوره ويزداد نوره. إذن دي مسألة اللي بنشوفه في الدنيا هنشوف أضعافه في الآخرة. هي كمان السؤال، يا ترى النور ده معناه إيه؟ معناه إن في جسم نوراني. هل الإنسان له جسم أثيري؟ وهل هو ده اللي بيفضل بعد الموت، يفضل الطيف النوراني؟ دي مجرد أسئلة. لكن برضو الهنود لهم رأي غريب، إن الإنسان له عدة أجسام، النفس لها عدة أجسام، تخلع جسم بعد آخر، في عدة موتات، موتة بعد موت. فالأول تخلع الجسم الفيزيكال، جسم الطبيعي ده الموت اللي احنا نعرفه، ويفضل الجسم الأسيري، وبعدين يتخلع الجسم الأسيري، يفضل الجسم العقلاني، وبعدين يتخلع الجسم العقلاني، يفضل الجسم الروحاني. تفضل النفس تخلع جسم بعد جسم في عدة موتات، موتة بعد موتة. طبعا ده غير الكلام اللي بيقوله عن التناسخ، لأن هنا النفس هي ذات النفس. لكن هي بعد ما تخلع الجسم في الموت، الموتة الأولى ترجع تخلع الجسم الأثيري، وبعدين تخلع الجسم العقلاني، يسموها أجسام، يسموها فيزيكال بودي، منتال بودي، وأسترال بودي، ومنتال بودي، وسبيريتوال بودي. تفضل تخلع جسم بعد جسم لغاية ما تتجرد في النهاية وتبقى نفس مجردة. طبعا ده الكلام ده رجم بالغيب، وما حدش يعرف بالظبط ايه اللي بيحصل بعد الموت اللي بنشوفه. كل اللي احنا متأكدين منه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان بعد الموت اللي احنا بنشوفه بيبقى فيه نوع من الحياة، سماها القرآن حياة برزخية، يعني نروح البرزخ. ايه بقى اللي بيحصل في البرزخ وهل في مراحل؟ ما حدش يعرف خالص. يبقى ده نوع من رجم بالغيب، لكن هي المسألة بتثير تساؤلات. لأن كون إن الإنسان يشوف بعينه ويصور إن فيه نور طالع منه، ده
ده معناها ان ممكن يبقى له جسم نوراني او جسم اثيري او طيف نوراني، ومحتمل ان هذا الجسم النوراني او الطيف النوراني هو اللي بيفضل بعد الموت. لكن زي ما بقول القطع في هذه المسائل مستحيل، ودي مسائل في علم الله. كل ما في الامر انها العلم اثار اسئله، العلم اثار اسئله بعد هذا الكشف الغريب بتصوير الكريليان فوتوغرافي. طبعا يعني ده برضه هيقودنا للسؤال عن النفس. يعني دلوقتي بعد ما فكرنا في الجسم النوراني او الطيف النوراني وتصورنا ان ممكن انسان يخلع الطيف النوراني ويبقى تبقى النفس، ايه هي النفس؟ مسألة النفس والروح والجسم الاثيري هي اصبحت مسائل الواحد بعد فيلم زي ده يفكر فيها على طول. هل الجسم الاثيري ده او الجسم النوراني او الطيف النوراني هو النفس؟ هل هو الروح؟ برضو دي اسئلة حيسرها الاكتشاف الغريب ده. والناس تعودت انها تخلط بين النفس والروح، يقول لك روحه بتتعذب او روحه زهقت، وتستعمل النفس والروح في نفس الاستعمال، مع ان ده غلط، لان القرآن يؤكد بآيات الكتيرة اللي جت عن النفس والروح ان النفس شيء غير الروح. الروح ربنا ينسبها لنفسه دايما، يقول لك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ربنا ينسب الروح لنفسه، روحي فقعوا له ساجدين. أو مثلا يقول لك فأرسلنا إليها روحنا، شوف نسب الروح لمين؟ لنفسه، روحنا. أو يقول لك كذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نسب الروح لنفسه فهي من أمره وهي منه. بينما النفس نجد الله سبحانه وتعالى ما ينسبهاش لنفسه، إن الله سبحانه وتعالى ينسب النفس لصاحبها، يقول لك حسدا من عند أنفسهم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وطوعت له نفسه قتل أخي فقتله، فنسب النفس لصاحبها. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى في آيات ذم النفس وقال لك النفس الأمارة، وفي آيات أخرى مدحها. فمعنى كده إيه؟ معنى كده أن الروح شيء غير النفس تماما، وتنتمي إلى عالم تاني، عالم القدس، عالم ربنا سبحانه وتعالى، عالم الأمر ما نعرفش عنه حاجة. إنما النفس بتاعتك، نفسك حقيقتك، نفسك ذاتك، نفسك انت، انما الروح حاجه تانية خالص. فديا وده موضوع الحقيقه موضوع كبير، مساله النفس والروح، وهنخصص له حلقه مستقله لان ده موضوع كتير الناس بيسالوا فيه. طيب اذا كانت النفس شيء غير الروح، وبالتالي محتمل قوي ان الطيف النوراني اللي شفناه ده، هو الأنوار دي اللي خلتنا نتصور أن الإنسان له جسم نوراني، يبقى ده لازم هيكون شيء آخر غير النفس وغير الروح، كل حاجة مختصة بنفسها. هنسأل هي إيه النفس؟ طب هي إيه كنه النفس أو كنه الروح؟ مش ممكن نقدر نجد جواب أبدا، ومحدش عارف لغاية دلوقتي. احنا شفنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى اظهر افعاله وصفاته، ولكنه اخفى ذاته. ربنا اظهر افعاله وصفاته لكنه اخفى ذاته. ذاته زي ما قلنا الذات الالهية هي في غيب الغيب، وهي في الخفاء المطلق، وما حدش لا ليس لاحد مدخل على الذات الالهية ابدا، لا جن ولا انس ولا ملك ولا، فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد. نفس الشيء في الإنسان، تعرف جسمه مقاساته طوله وعرضه أخلاقه صفاته أفعاله، لكن لما توصل للنفس الإنسانية ما تعرفش، لا هي سر الإنسان الأعظم هي نفسه، وكنه النفس الإنسانية ما حدش يعرفه خالص.
لكن تعرف من الإنسان صفاته وأفعاله. ممكن نفس الحكاية اللي شفناها إن ربنا جل صفاته وأفعاله وأخفى ذاته، نفس الحكاية في الإنسان برضه أفعاله وصفاته ظاهرة لكن نفسه خافية، خافية حتى عليه هو نفسه. النفس هي السر الأعظم. إيمانويل كانت مفكر ألماني كبير له رأي في المسألة دي، إن إدراك الكنه كنه أي شيء مستحيل، لا كنه الذات الإلهية ولا كنه النفس البشرية ولا كنه شجرة ولا كنه مادة ولا كنه عنصر ولا كنه أي شيء. الكنه أو الماهية مستحيل إدراكه. ويقول لك أكثر من كده، يقول لك إن العقل مش مؤهل، العقل ليس مؤهل لإدراك الماهيات أو الكنه. العقل يدوبك مؤهل لأنه يدرك كميات ومقادير وجزئيات يحللها ويطلع منها قوانين، فهو بيتعامل مع الظاهر، مع عالم الجزئيات الظاهر. إنما لما نخش في الكنه والماهية دي مش شغلة العقل، وما يقدرش، ما هوش معد للمسألة دي. العقل معد للتعامل مع البيئة بجزئيتها، فهو بيتعامل مع مقادير ومع مقاييس ومع أطوال وأبعاد، ويجمع ويحلل ويطرح ويطلع قوانين، ده شغلته. إنما لما يوصل للكنه يقول لك دي مش شغلة العقل، وليس مؤهل ولا معد لهذه المسألة. طيب إزاي حندرك الحاجات دي؟ يقول لك إيمانويل كانت مو إدراك هذه المسائل بطريق تاني غير العقل، الإلهام أو الحدث أو استبصار أو حاجات، بس مش العقل، سكة تانية خالص. إنما العقل لا يستطيع أن يتعامل إلا مع جزئيات ومقادير ومسائل مادية، إنما يوصل للكنه ما يقدرش يعرف. وفي الحقيقة يعني ده إحنا حتى في الجسم معلوماتنا ناقصة، في جسم الإنسان معلوماتنا ناقصة، اللي هو الجسم اللي بنشرحه ونشوفه ونصوره. يعني مثلا حاجة زي إبر الذهب اللي بيعملوها الصينيين، كشفت وأكدت إن في جهاز كامل، جهاز عصبي في الإنسان مش معروف بالمرة ولا شفناه، جهاز خاص بمجاري الألم وبوابات الألم، بدليل ان هؤلاء الناس الصينيين يقول لك يمسكوا إبرة يحطوها هنا مش عارف الركبة، وإبرة تحت مش عارف البط، توصل لقي الرحم بقى متبنج، يعملوا عليه عملية وما يحسش، حطوا إبرة هنا مش عارف ايه، وإبرة هنا تبص تلاقي ممكن يفتحوا بطن واحد ويطلعوا المصرلع وما يحسش، يعملوا مش عارف إبرة هنا وإبرة هنا تبص تلاقيه يقدر يفتح دماغه ويعمل عملية ما يحسش. الله، طب إيه ده؟ إحنا والله شرحنا ما شفناش. يقول لك لا، ما هو في اتضح إن في مجاري الجسم، فيه مجاري الألم وبوابات الألم، بحيث لو حطيت في البوابة هنا شيء ممكن تسد بوابة الألم، فما الجسم الجزء الخاص بالبوابة ده ما يتبنج. وأكثر من كده قال لك إن كل الفهرس بتاع البوابات الألم مرسوم هنا في الكاف، كل الخريطة بتاع الجسم هنا مرسومة في الكاف، مجاري الألم وبوابات الألم. يعني مثلا هنا الكلية، هنا الدماغ، هنا البروستاتا، هنا مش عارف الرحم، هنا كل الخريطة بتاع مجاري الألم وبوابات الألم مرسومة هنا في الكاف. ايه ده؟ هذه حاجات ما نعرفهاش احنا كأطباء، شرحنا وما لقيناش حاجة. نشوف أعصاب صحيح وبتتفرع، أعصاب حس، أعصاب حركة، إنما حكاية ايه مجاري الألم وبوابات الألم؟ فدي مثلا حاجة أثبتت إن في الجسم جهاز ما شفناهوش. ونروح بعيد ليه؟ الفيلم اللي احنا شفناه، يعني إنك أنت تكتشف ان في جوه في جذور الرموش العين في حيوانات عنكبيه اللي مش عارف ديموديكس فوليكيولورا من الممدد فيها ورائد، وما اعرفش تشوفه بالميكروسكوب الالكتروني. قال ايه ده؟ مجرد تصور ان في عنكبوت جوه العين، يعني دي حاجه شيء مرعب.
ان فتحات العرق مليانه بالميكروبات السباحيه، ومهما تغسل ايديك مفيش فايده. الجلد عليه نباتات فطر متطفلة عليه، تحت الباط مش عارف بكتيريا، الواحد في 8 ساعات يبقى مليون، وبعد شهر لو تكاثر من غير أعداء ومن غير ما تغسل وتطهر وتعمل هيبقى يتكاثر بحجم القارة الأمريكية. ايه ده؟ وده كله الواحد شايله على جسمه، يعني ده الواحد فعلا زي ما قلنا جنينة حيوانات بتتحرك. هم حسبوا قال لك يعني الواحد شايل على جسمه حوالي 4,000,000,000 طفيل، شايلهم على قفاه ودماغه تحت باطه ومش عارف جلده الغدد العرقية حاجات غريبة قوي يعني. فلا عالم خفي غير منظور ما عرفناهوش إلا باستخدام قوة التكبير العالية. ده غير الكون الكبير ده دوبك ما نعرفش عنه إلا كم كيلو متر فضح بعد الأرض، وبعد كده مجرد صور ورادار وحاجات بالاستنتاج على البعد كده. الأرض اللي احنا ساكنين عليها ما نعرفش إلا قشرتها بس، والباقي مسألة استنتاجات وحسابات ويعني حاجات بطريقة غير مباشرة. زلازل بتحصل ما نعرفش بتحصل ازاي، نظريات بس، وعشان كده ما بقدرش نتنبأ بيه. انضف مخدة في امريكا يشوفوها بالعقل الالكتروني بالميكروسكوب الالكتروني، يلاقوا عليها مش عارف كائنات عنكبية قد الخرفان ماشية رايحة جاية، مواشي قطعان من المواشي رايحة جاية على المخدة. قال ايه دي؟ بتاكل الفراكة اللي بتقع من الجلد على المخدة، عبارة عن كائنات من تقرب للعناكب، دقيقة صغيرة ما تبنش. يبقى المخدة فل غسلات وبتاعه آخر وكمان ريحتها حلو وماشي عليها خرفان. دي حاجة غريبة يعني، ده شيء غريب. عالم خفي مرعب ما وصلناش له إلا بقوة التكبير الغريبة الخرافية دي. وبعدين حتى تصور ان تحت باطك مش عارف بكتيريا في 8 ساعات تبقى مليون، في شهر تتكاثر تبقى قد القارة الأمريكية، يعني الواحد يغرق في الميكروبات تغطيه وتغطي الأفريقي مثلا. ايه ده؟ طب ليه ما بتحصلش كده؟ ما بيحصلش لأن ربنا بحكمته العظيمة عامل توازن غريب، ان كل شيء خلق له عدو، كل شيء خلق له عدو. فالميكروبات دي اللي هي كانت مفروض في شهر توصل لتعداد مش عارف قد القارة الأمريكية ما وصلتش، اللي كانت مفروض في 8 ساعات البكتيريا الواحد يبقى مليون ما حصلش، لأن لها أعداء، ميكروبات تاكلها، الجفاف والحر والبرد وإفرازات الجسم تقضي عليها، الغسيل الكولونيا مش عارف إيه، الفيروسات اللي احنا مش شايفينها بتتغذى عليها، يعني عالم كله مسلط على بعضه، بحيث ان في النهاية في حكمة ربنا ان الكل يعيش، لان لو انفرد مخلوق واحد وربنا اعفاه من الاعداء هتكون النتيجة ان في ظرف 24 ساعة هيطغى على الكرة الارضية كلها. هم حسبوها قال لك الصراصير، بس الصراصير لو ربنا اعفاها من الاعداء المسلطة عليها، يعني أعداء الصراصير ملهاش آخر، ميكروبات على حر على برد على قطط على حشرات بتاكل بعضها على الدي دي تي اللي بنستعمله أخيرا ومبيدات الحشرية وإلى آخر، ثم الأمراض اللي بتيجي للحشرات دي بتهلك. لو أعفيت الصرصور أعفي من كل الأعداء، قال لك في 24 ساعة الأرض كلها تتغطى بمترين صراصير، سمك مترين صراصير، ما فيش في بني ادمين ولا قارات ولا حاجه، كله صراصير. فلو انفرد كائن واحد واستقل بدون اعداء يشكموه هيضغى ويقضي على كل الباقي. فغريبه ان دي بقى خطه الهيه، يقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، يعني ربنا بيخبط كل واحد بالتاني
يطلع جبار يطلع له جبار يروح شكمه. حتى يقول لك ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني حتى الانبياء ربنا جعل لهم اعداء، جعل لكل شيء نقيض، لكل شيء عدو، لكل قوة قوة مضادة، عشان يحصل توازن. تشوف برضو حكاية التوازن دي في الكائنات، تلاقي الكائنات الضعيفة جدا تخلف كتير، والقوية تخلف قليل. شوف الفيل مثلا يخلف قد ايه، شوف الانسان يخلف 2 3 4 10 20، انما الدود الاسكارس مليون، مليون بيضة كل مرة، يعني في خلال عمرها 10 20 مليون بيضة. ليه؟ علشان كل الناس اللي ده بيهلك بالحر والبرد والجفاف والأدوية، وما تجدش بيئة مناسبة، ما تجدش المضيف اللي هتتطفل عليه إلى آخره، فرصتها في الحياة قليلة. فعشان كده ربنا ضاعف نسلها. تبص تلاقي البرغوت ربنا طول رجله عشان ينط، رجل الورانية تلاقيها 4 أضعاف طول الرجل القدامانية في البرغوت، زي حكاية الضفدعة، فده يساعد على النط. فربنا وفر لها في الخلقة دفاع عشان تيجي تمسك وينط، وإلا لولا الرجل الطويلة دي ما كانش بقى فيه ولا برغوت دلوقتي، كله كان انتهى. إنما الرجل الطويلة اللي ورا خلت البرغوت ينط، لما نط فلت. فيعني تبص تلاقي في التوازن الغريب في الكون، ربنا يقوي الضعيف ويجي القوي يكسر مقاديفه، عشان يبقى في النهاية في توازن. ربنا في إيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء. فإدارة الكون لما تبص فيها تلاقي فيها حكم، وإلا زي ما شفنا في الفيلم كانت بقت مصيبة. تصور تحت باطك بكتير، بعد 8 ساعات هيبقى مليون، بعد شهر هيبقى يتكسر قد القارة الأمريكية، تبقى انت فين؟ هتبقى فين تحت البتاع ده؟ هتتردم بقى ميكروبات وتعم انت والقطر اللي انت ساكن فيه والدولة اللي انت عايش فيه. فدي حكمة ربنا بيها نظم الكون، واصبح لكل واحد فرصة حياة، لان ربنا في حكمته وفي سنته ان الكل يعيش. يبقى اذن ما فيش واحد فيهم ينفرد وكده، هو ما فيش لا يمرض ولا يبقى له عدو قدامه فرصة كاملة، لا، وإلا حيبلع الكون كله. صرصار واحد ممكن يقضي على البشرية كلها رغم كل الإمكانيات اللي فيه. جرادة لولا إن هي ربنا مسلط عليها المهلكات من جميع الأشكال، ومسلط عليها الإنسان بعلمه، كان ممكن تصبح الصبح تلاقي الجراد واكل جميع أشجار ومزروعات وخضروات العالم، خلاص لاقي الكرة الأرضية عريانة، ملط، مفيش، ما تلاقيش لقمة تاكلها. وبعدين لما نفكر في حكاية الخفاء اللي احنا موضوع حلقتنا، نجد حقيقي والله له حكمة عجيبة. يعني تصور ان ربنا يديك بصر وسمع وحس بحيث انك تشوف كل الحاجات دي، فتيجي تشرب كوبايه ميه تشوف الميكروبات اللي فيها، طبعا مش معقول هتشرب ده، حاجه تقرف هترميها على طول دراعك. يعني الميه احنا شفنا الميه فيها ايه، ملايين ملايين امم بتاكل بعضها، فمعقول هتيجي تبص كده انهار اسود تروح رامي الكوبايه على طول دراعك؟ مجرد انك تيجي تحط راسك على المخده فتشوف الخرفان اللي رايحه وجايه دي، يا نهار اسود دي حاجه مرعبه صحيح، ده مش ممكن يجي لك نوم خالص نهائي. وطبعا مهما تغسل وتفمين 20 فم برضه تيجي تنام بص تلاقي الخرفان رايحه جاي، ده مش دي مش عيش. ده غير كمان لو شفت الجن والشياطين والملائكه واللي بيحسب عليك اعمالك واللي بيدون صحيفه حسابك، والايه ده كان الواحد من الانزعاج يقع بالسكتة القلبية على طول فورا الحياة ما فما بالك لو ربنا كشف لك كمان الاجل وعرفت انك هتموت بعد يومين، او يعني الازعاج اللي هتعيش فيه انت واولادك. يعني فالمسألة الخفاء، خفاء كل خفي وظهور كل ظاهر مرتب بحكمة الهية،
بحيث الإنسان يقدر يعيش مطمن، لأن ربنا أراد بالدنيا ما أرادش بيها أنك تعرف كل حاجة، لا، ده أراد بيها اختبارك وأنك تعرف معدنك وتعرف مكانك ومنزلتك. أدي المسألة. فهي الدنيا دار بلاء ودار امتحان، ما هيش مقصود بيها أنك أنت راجل تبقى عندك اطلاع إلهي وتعرف كل شيء في الكون. فطبعا هي الفيلم ادانا جرعة مقنعة، ورتنا كلنا الحكمة الإلهية، حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.